لا ديما معنوياتي مرتفعه احكي لي عبر امبوسيبل للدنيا زينه الحمد لله يا ربي معناها والله بالحق مستيئه عندما يصبح الحق حلم اي والله يعني حق ولا يحلم به بدا ديسكور وبتمرمدت علاش نقعدوا نلحلحوا بالمسؤولين كل مره باش يخدموا خدمتهم انا نتمنى في الاعلام اللي نخدم فيه انه ما عادش نشوفوا حق نطالبوا به ما عادش حب نطالب بحق ما عادش حب نسمع كلمه الى رئيس الجمهوريه المسؤولين علاش موجود علاش محطوطين عاد نحيوكم الكل ونخرجوا لكلنا في رسالات الى رئيس الجمهوريه على خط المسؤولين ماهيش تخدم في خدمتها وهنا مانيش نحكيوا على مجرد خدمه حاله انسانيه بالاضافه للملف اللي كان موجود عندك شاب تونسي تنجم توظفه وظيفه محترمه 400 دينار قالك يحط فيها في الكري هو وامه معناها فاش قاعد يعيش قالك ما نحب حتى شيء ما نحب حتى كوليكت اعطيني شهريتي وانا تو نتصرف ماهوش طالب حتى شيء الى متى باش نقعدوا هكا اريج الحمروني برافو برافو الصفقه عليها اريج اي فود جول اللي عملتها والله يعطيك الصحه اريج